كامل يا الجزائريين، على بالكم بلي الجزائر قامت بتوقيع اتفاقية مع إيطاليا من أجل تسليم المجرمين، ومن بينهم هذا الفايح مراد طهاري اللي راهو عنده 3 أيام ما بانش. السيد كان ناشط بواحد الشكل، وش نقولكم، يدير لايفات يسب الجزائريين ويضحك عليهم، المهم حياته كاملة وهو في اللايف من أجل الاسترزاق. وشكون اللي يتبرعوا له وشكون اللي يمدوا له دراهم؟ المراركة. أي بين الحكاية كيفاش؟ إما لهذا الفايح عنده 3 أيام ما بانش، وفي 3 أيام هذه كاين واحد الأخبار اللي وصلتني من عند الجالية الإيطالية في الجزائر، أخبار على بالي راح تعجبكم وراح تفرحكم، وهذا هو الفيديو الأخر تاعوه، يعني الفيديو الأخر قبل اعتقاله، نعم اعتقاله من قبل السلطات الإيطالية. كامل خلي اللايك، خلي اللايك خويا الجزائري، خلي كامل الخوان يشوفوا المصير تاعهم والنهاية تاعهم كيفاش تكون، وباللي كل دولة يعني يروح عندها ولا يبدل بلاصتو ليها راح تتخلى عليه بمجرد المصالح تاعها. من الاخر انت ما تسواش، انت بالنسبة لأي دولة تروح عندها شخص مجهول الهوية، ما عنده حتى هوية. الحمرة فرحانين بتبون راح يهبطني مطليان يا نورمال، موت بكيو يا ربك، انتوما اصلا تموتوا بالجوع، العدس ما عندكمش، نزيد نجي انا نولي نداحس فيكم على جلس حن عدس، يا وش بي قسامكم فيقو. منذ الفيديو هذا ما زادش بان سيد، اني نقول لكم ما زادش بان، كان كل يوم يدير 5-6 لايفات نورمال، لانه المراركة يجيو يمدلو الدراهم، افهموا الحكاية كيفاش، هذوك الناس الناشطة في التيك توك وهي تسب الجزائر، صدقوني من اجل الدراهم والتبرعات تاع البرتوشيين. وانا نمدلكم رايي الشخصي الجزائريين، وعلى بالي كامل راح توافقوني فيه، انا المشكلة تاعي مع البنادم هذا ليس لانه زعما يعارض النظام الجزائري ولا يتحدث عن المشاكل اللي كاينه في الجزائر، لا لا، وانما المشكله تاعي انا مع الفايح هذا هو انه يسب الجزائريين ويطيح لهم، يعني دار مشكل شخصي بينه وبين الشعب الجزائري. اما المعارضه فهي شيء عادي في كل البلدان، وكل بلد عنده المعارضين تاع السيستم تاعو، لكن باش تجي الفايح تسب الجزائريين في لايف للمراركه فانت خائن. هذه هي نقطة عاد إلى السطر. الآن اسمعوا الخبر اللي جابته لنا الجالية الجزائرية في إيطاليا، شوف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خبر عاجل وصلني لهذه اللحظة، السلطات الإيطالية تعتقل مراد طهاري بعد الطلب الذي تقدمت به الجزائر بشأن تهم الثقيلة جدا ضد مراد طهاري، ومن بين هذه التهم خيانة الوطن. نعم تهمة مؤكدة والجميع شافها بعينيه، يطلع مثلا مع أبرنوس هذاك ويضحكوا على الجزائر، هل هذه مش خيانة؟ يضحك على الجزائر مع البراتيش نورمال. مساس بالدولة الجزائرية والسب والشتم، هذه المعلومة الأولى اللي وصلت لي. السلطات الإيطالية في هذه اللحظة رأيت وجد ورأيت تنظر في التهم الموجهة إليه قبل تسليمه إلى الجزائر، وسوف يتم تسليمه عن قريب إن شاء الله. بربي إن شاء الله تجي للجزائر وتشوف شحال الشعب الجزائري يكرهك، وباللي انت واحد ما يشم فيك، لأنك انت ربحت العيب مع الجزائريين، ربحت العيب مع الجزائريين، ماشي ربحت العيب مع الدولة الجزائرية، والله غير مع الجزائريين. لو كان جيت تكلمت في الأمور اللي تخص مثلا النظام الجزائري وما سبيتش الشعب الجزائري، صدقني كنت راح تلقى يعني 10% 20% يتعاطفون معك، لكن انت ربحت العيب مع الجزائريين، راك سبيت الجزائريين، سبيت الشرف تاع الجزائري، يعني كل ولاية تكرهك، 58 ولاية بينوا له في التعليقات كل واحد يكتب اسم الولاية تاعو، وتحية لكل ولاية جزائرية. هذا خبر مفرح، مفرح جدا، لأن كما يقول المثل عيبنا في دارنا، واللي يحب يهضر يجي هنا ويهضر مهما طال. مراد يا مراد، كيفاش راح تخلص عليك مراد، كيفاش راح تخلص عليك، وراح تسمعوا به ربما اليوم ولا غدا إن شاء الله راح يعلنوه في وسائل الإعلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرد على هذا كوشيناف هذا اللي قال يتأكد من الخبر قبل الكلام فيما يخص اعتقال مراد طهاري. الخبر اللي جبته أنا خبر صحيح وعنده أصدقاء تقدروا تتصلوا به، قول على الأقل يدير اللايف. يا الجزائريين اللي حاب يتأكد من الخبر يعني يدخل للصفحة تاعو على تيك توك اللي كان ينشط فيها. السيد عنده 3 أيام ما نشطش في هذيك الصفحة. نزيدكم معلومة أخرى، يعني ما بين الفيديو هذاك اللي خرجوا يعني قبل 3 أيام أيضا يومين ما دار حتى فيديو ما دار حتى نشاط. فهذوك اليومين السيد كان يحوس كيفاش يهرب كيفاش يخرج من إيطاليا، لكن ما قدرش يخرج. وبالتالي القضية فيها زوج عفايس. شوفوا يا الجزائريين، يا إما السلطات الإيطالية حكمته تاع الصح، السلطات الإيطالية اعتقلاته، يا إما الحاجة يعني الدوزيام واللي هي أنا شخصيا استبعدها أنه خرج من إيطاليا ولا راه يحوس كيفاش يهرب من إيطاليا. هذا ما كان، لأن ذوك لي لايف تاع مراد طهاري انتهت والكلام اللي جبته صحيح ومشي راح يصرحوا به دركا. مراد طهاري مزيدوش تشوفوه في لي لايف، مانيش عارف ممكن غدوة يصرحوا ممكن. أنا الخبر اللي جاني خبر مؤكد مؤكد 100%، مراد طهاري في قبضة الأمن الإيطالي لدراسة موضوع ما تقدمت به الجزائر باش يسلموه ولا ما يسلموهش، هذه الله أعلم. المهم تم اعتقاله في إيطاليا، وأنا متأكد 100%، وراح يوصلكم راهم يشوفوا في الفيديو، ابعثوا له الفيديو هذا يا قولوا له هاو السيده ويهدر دير لنا لايف اسكو كاينه منها ولا لا. الخبر تاعي صحيح 100%. الايام بيناتنا. سلام. في الفيديو السابق اللي درته يا الجزائريين وين تكلمت على انشوشات هذه وعلى القانون اللي دارته ايطاليا مع الجزائر لتسليم المجرمين، صدقوني تفاجأت في التعليقات. والله يا الجزائريين تفاجأت تاع الصح في التعليقات. جامي في حياتي شفت إنسان كل الجزائريين يتفقون على كرهه. كل الجزائريين يوم 100% من الجزائريين اللي علقوا في التعليقات كلها كانت مع اعتقاله ومع جلبه إلى الجزائر لمحاسبته. كامل كامل يا الجزائريين، والله سبحان الله. شفت وين وصلت روحك يا الفايح؟ شفت وين وصلت روحك؟ وصلت روحك أنه خليت كامل الشعب يكرهك ومن بعد تقول كيفاش وكذا ومنا. اي باينه الحكايه كيفاش انت حياتك كومبلي وانت تسب في الجزائريين. دوك يطيح في يد الجزائريين تشوف مليح وش يسوى الجزائري يلي هربت بسبه السرقه تاعك للونساج. على بالنا التاريخ تاعك، تاريخ تاعك اسود. تاريخ تاعك لو كان جا مثلا تاريخ ابيض ومليح وكذا وكنت مثلا حاجه يا سيدي، كنت شخص شخصيه عندك مكانتك في المجتمع، لو كان معليش اهدار وتكلم كيما هكذاك. لكن شكون انت؟ شكون انت؟ انت نكرة، انت سرقت لونساج وهربت به للطليان وجاي تسب في بلادك، انت خائن. هذا ما كان. كامل الجزائريين اهبطوا لتحت، خلي اللايك تاعك قبل ما تخرج من الفيديو هذا وبرطاجيه مع كامل اصحابك باش يوصل بالتحديد الى الخونة اللي خانوا الجزائر ولا اللي راهم حابين يخونوا الجزائر، باش يعرفوا يعني المصير تاعهم مليح وين راهو رايح. يا إما مصير الشاب خالد اللي ما خلاتوش الجزائر يدخل، ولا مصير حبيبنا هذا يعني اللي راح يجي للجزائر من أجل المحاسبة بربي إن شاء الله. فكامل خليوا اللايك تاعكم والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمة. تحيا الجزائر دائما وأبدا.